عودة الحراك السلمي للساحات السورية بعد معاناة مريرة مع حملات القصف الممنهجة للغوطة نصيب من هذا الحراك، حيث خرجت مظاهرات عديدة منها في دوما وسقطة. طبعا ما أن توقف الطيران عن قصف للمدن والمدنيين حتى خرجت الناس بالمئات والألوف في كافة أنحاء سوريا. طبعا هي رسالة للعالم وللنظام ولمؤيدي النظام أنه بالفعل هي الثورة بديت سلمية، ومن أجبر هالناس على حمل السلاح هو النظام. لنشطاء الحراك السلمي أثر في السابق وأثر في الوقت الحالي. أبو عماد المنشد أحد منشدي الثورة، كان من بداية التظاهرات مع اندلاع الثورة السورية ومع عودتها عاد لإحياء هذا الحراك الذي على حد وصفه لا يتوقف حتى إسقاط النظام. القمع هو بذور الثورة، فلما هالأمة ببداية الحراك هذا شافت ما حصل في قرية البيضة من الدعس على رؤوس الناس، كرامتهم ما بتسمح لهم يبقوا ساكتين. اليوم نحن استعدنا الشارع، استعدنا الساحات. أنا بقول لك قد يكون استعادة الساحات والشوارع واستعادة زخم الشارع حتى أثر على الموقف الروسي في جزء، قد يكون رجوع الناس للساحات بالمئات والألوف أثر على الموقف الروسي. روسيا كانت متوقعة أنه ممكن بالقوة نحن نقضي على هالعصابات الإرهابية، ولكن بالنهاية طلعوا إذا نحن قضينا على كل المظاهر المسلحة ولكن أيقنوا أنه في شعب منتفض، في شعب عم يطالب بحقوقه. هي روح الثورة والثوار، 5 سنين والثورة مستمرة. من الغوطة الشرقية، منصور أبو الخير، قناة حلب اليوم. أنت ما بتغيب لمالي ولولادي، على حبك ما في حبيب.